السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير عندنا لكم كرت RTX 2060. راح نفتح الصندوق ان شاء الله وراح نوريكم بنش مارك، فما بطول عليكم اكثر من كذا واخليكم مع الفيديو. طيب يا جماعة الخير، راح نفتح الصندوق الآن. هو الكارت RTX 2060 من شركة زوتك، نسخة EMP. نسخة EMP تكون تبريدها جدا ممتاز من شركة زوتك. طبعا زي ما قلنا يجي 6 جيجا في رام حق الكرت، لكن أداؤه أفضل من الجي تي إكس 1070 Ti من الجيل السابق. طبعا نفتح الكرتون، حصل هنا عندنا الظرف هذا من شركة زوتك. عادة يكون فيه زي المانيوالز، فيه رسالة شكر إنك اشتريت الكرت من عندهم. يعني صراحة الصندوق الباكجينج حقه جدا جدا بسيط زي ما يقولون، لكنه جميل جدا صراحة. يعني ما تحس إن الكرت، خاصة يعني أقصد الكرت، معليش، الكرتون تحسه يعني كرت عادي او شيء عادي، لكن لو نطلع الكرت ونشوف شكله صراحة شكله جدا جدا اسطوري. اللون الفضي هذا مع الاسود اللماع مع الاسود المطفي، وكلمة هنا زوتك جيمينج والRTX 2060 RTX جيمينج، صراحة شكله جدا حلو. برضو هنا شعار زوتك ومكتوب live to game، عشان تعيش اللعبة او شيء زي كذا. جدا حلو صراحة الشكل الكرت، انا يعجبني اللون الاسود مع الفضي صراحة. او هنا راح اقارن لكم حجم ال 2060 مع ال 2070 اللي عندي من نسخة اللي هي نسخة الجيمنج زد، او بدون زد اللي هي الجيمنج اديشن من MSI. حجم الكرت صراحة 2060 جدا بطل مقارنة بحجم 2070. 2070 تحسه يعني زي ما يقولون كبير شوي، وعريض برضه. صح انه كويس هيت سينك، لكن انا من ناحيه تجربتي لل 2060 راح نجربه لك في بنش ماركات ان شاء الله وتشوفون بنفسكم. بروده جدا ثابته، يعني ستيبل، يعني اداء عالي، حجم، حتى حجمه يا اخي تقريبا نص نسخه ال 2070. طبعا هذا يساعدك، طبعا لو كان عندك كيس مثلا صغير، مثلا عندك كيس المايكرو اي تي اكس او شيء كذا، يدخل معك بدون اي مشاكل. اما المشكله مع حق الام اس اي، زي ما نشوف فرق الحجم اللي هنا راح تواجه مشكله كبيره صراحه في الكرت. لكن هنا عندنا، شوف زي ما داخل هنا عندنا ثلاث مداخل ديسبلاي بورت وواحد مدخل اتش دي ام اي، عشان تناسب كل الشاشات اللي عندك. وهذا شكله، يعني من راح يكون شكله كذا. راح نركب الكيس ان شاء الله ونوريكم الشكل النهائي حقه. طبعا زوتك جيمنج هذه راح تولع انوار ار جي بي وتاخذ الكرت 8 بن فقط، بعكس الار تي اكس 2070 عاده ياخذ 14 بن. فهنا جوة الخير راح نركبه في الجهاز، وهذا شكله بعد ما ركبناه. وشوفوا هذه الكلمة اللي هي زوتك جيمنج مولعة. هذا شكله في الجهاز. انا كان ودي اصور لكم الجهاز، حجمه جدا متوسط، واخليكم يا جماعة الخير مع البنش ماركات الان ونشوف اداء الكرت.
من هذا الفيديو حبيت أقول لكم جزاكم الله خير، يعطيكم ألف عافية أنكم وصلتوا لهذا الحد من الفيديو. لا تنسى تسوي لايك سبسكرايب وشير وتنشر المقطع لأخوياك أكيد يعني من الشير. وحبيت أقول لكم جزاكم الله خير، في أشياء جدا حلوة جاية للقناة لكن على شوي شوي، ويقولون كل شيء وقته حلو. لكن جزاكم الله خير، أتمنى أن نقدر نوصل 4000 مشترك يعني بوقت قصير، تقدروا عليها بإذن الله تعالى. زي ما وصلنا يعني ارقامنا جدا حلوه مؤخرا، ودعمكم جدا بطل ويخلي الواحد يستمر. لكن جتنا الاختبارات وعطلتنا شوي، لكن باذن الله راح احاول انزل فيديوهات قد ما اقدر عشان الناس تستفيد باذن الله تعالى. ولا بيطول عليكم المقطع يا جماعه الخير. كان معكم باسم من قناه سوكا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في امان الله.